اهلا وسهلا بمشاهدينا في حلقه جديده من حلقاتنا. كلنا عارفين او سمعنا عن تطبيق واتس ويب، تمام؟ ودي خاصيه بتخليك تفتح تطبيق الواتس على جهاز تاني. طبعا هي ميزه واحنا كلنا بنستخدمها وبنفعلها على الكمبيوتر بتاعنا او اللابتوب بتاعك، انما لحد اللحظه دي في ناس ما تعرفهاش. لا مش بس كده، دي بتقع ضحيه للموضوع ده والواتس بتاعها كله يكون مفتوح في مكان تاني، وكل محادثاتك وصورك ودردشاتك وفيساتك مفتوحه في مكان تاني تحت ايد شخص يشوفها يسمعها يستخدمها اي حاجه. حرفيا ممكن تتعامل بكل بساطه اي حاجه بالظبط كانه ماسك الفون معاك بالظبط، يقدر يشوف كل حاجه، يقدر يتحكم في كل حاجه، يقدر يبعت ويستلم اي حاجه. لو انت مستخدم عادي للواتس عادي جدا من خلال الفون بتاعك، عايز تعرف الواتس ده متراقب ولا لا، حد عامل منه كوبي ولا لا، حد شايف المحادثات بتاعتك ولا لا، تعمل ايه؟ تمسك الفون بتاعك ويلا بينا نشوف مع بعضينا. هنفتح الفون بالشكل ده مع بعضينا، وكل عليك هتروح داخل على تطبيق الواتس بالشكل ده، هتلاقي الثلاث نقط فوق دول اضغط عليهم، هتلاقي كلمه ايه؟ الاجهزه المرتبطه، ركز معايا، هنضغط على كلمه الاجهزه المرتبطه، تمام، ما يجيليش اي حاجه وجالي كلمه ربط الاجهزه، ولو ضغطت عليها هيفتح مباشر ليا الكاميرا الخاصه بالواتس ومجرد ما بديله اسم، سماح؟ ادي بالشكل اللي انت شايفه ده فتح ليا الكاميرا. طيب ارجع لورا كده، يبقى انا كده الواتس بتاعي سليم. طيب لو انا متهكر ايه اللي هيظهر؟ تعالى لما اوريك على الجهاز التاني. همسك الجهاز التاني بتاعي وبرده نفس الخطوات، هتروح رايق على تطبيق الواتس، وبالمناسبه ده ايفون، فاللي معاه الجهاز ده شاف الطريقه والجهاز ده شاف الطريقه. هفتح الواتس، بعدين هضغط على كلمه الاعدادات من تحت، بعدين الاجهزه المرتبطه. ظهر معايا هنا بقى في اجهزه مرتبطه في اتنين، مايكروسوفت ايديج ويندوز ومايكروسوفت ايديج ويندوز بالتاريخ والوقت. عارف ان الجهازين دول هما اللابتوب والكمبيوتر بتاعي، الاثنين دول ليهم الصلاحيات انهم يوصلوا الواتس ويتحكموا فيه ويشوفوا كل حاجه حرفيا انا بعملها على تطبيق الواتس. طبعا مين من دول الصلاحيات دي؟ انا اللي اديتها عن طريق كلمه ربط جهازي. طب لو انت لقيت الكلمات دي عندك ثق تماما ان خلاص كده في حد مهكر الجهاز، في حد فاتح الجهاز بتاعك، تمام؟ يعني لو ما كنتش انت لازم تمسح الاجهزه دي وتوقفها فورا. طيب ازاي نمسح ونوقف؟ بتيجي على الجهاز اللي لسه موجود عندك، بتضغط عليه كده. الميزه كمان انه مديك موقع الجهاز المرتبط وكمان مديك النشاط بتاعه، تمام؟ فانت حاول تشوف التاريخ والوقت ده والموقع ده كنت فين، وهتعرف الشخص على طول اللي مسك الفون بتاعك وعمل فيك الحركه دي، لانه كده هو فعلا ده مش تعدى على خصوصيتك، ده يعتبر خد الفون بتاعك، تمام؟ فتدخل وتعمل له ايه؟ تسجيل الخروج، تمام؟ تسجيل خروج هيحمل معاك كده بالشكل ده. وبس عملت ساين اوت من الجهاز الاول، تعال نعمل ساين اوت من الجهاز الثاني، تمام، تسجيل خروج، بس كده هتنتظر هيحمل شويه زي المره اللي عدت والموضوع يكون منتهي. بس دي كانت طريقه واخدها حرفيا بيتم استخدامها في مراقبه الواتساب. نقدر نقول فهمنا الفكره ازاي بتتم، ازاي بتتعمل، وازاي كمان نعمل منها ساين اوت. كمان ان شاء الله يعني مفيش اي حاجه عندك والموضوع يكون بسيط وسهل، وادي معلومه انت استفدتها. تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي انا بقدمها. سلام.